عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. وبداية يسر مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم بأسم التهاني والتبريك لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين وللأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين. دعينا الله أن يحفظ جلالته والأردن الحبيب بدوام الخير والصحة والبركة، وأن تعاد هذه الذكرى وقد تعافت البشرية جمعاء من وباء كورونا. والبداية مع العناوين. الإرشمندريت سابا حوراني رئيساً روحياً لرعاية الكرم. البطريرك كتسالا: الإفخارستية هي الأسلوب الطبيعي للعيش من أجل تقديمها هبة للرب. كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس الفحيص ضمن حلقات كنيستي. وفيها أيضاً وصية المحبة كمال الوحي الإلهي استكمال للحلقة السابقة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي وكعادته كل أسبوع، التقى قداسة البابا فرانسيس بالمؤمنين المتواجدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في موضوع الثبات في المحبة، وذلك من خلال المثابرة على الصلاة، لأنها دعوة لا بل هي أمر يأتينا من الكتاب المقدس الذي قال: لا تكفوا عن الصلاة. في الحياة المسيحية حرارة يجب ألا تنقطع أبداً، تشبه النار المقدسة التي كانت تحفظ في المعابد القديمة والتي كانت تحترق دون انقطاع، وكان على الكهنة أن يحافظوا عليها مشتعلة. هكذا يجب أن تكون فينا أيضا نار مقدسة تشتعل باستمرار ولا يطفئها شيء. الصلاة هي نوع من خط موسيقي نضع نحن فيه لحن حياتنا، إنها لا تتناقض مع النشاطات اليومية ولا تتعارض مع الواجبات والمواعيد الصغيرة العديدة. على العكس، بالصلاة يجد كل عمل معناه وسببه، وفي الصلاة يجد الإنسان سلامه. وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ ليس بالأمر السهل مع كل الانشغالات اليومية، لكن لنفكر أن الله أبونا ويعتني بالكون بأسره، وهو يتذكر كل واحد منا دائما، فعلينا نحن أيضا أن نتذكره دائما. العمل والصلاة متكاملان. الصلاة والتي هي نفس كل شيء تبقى كخلفية حيوية للعمل حتى في اللحظات التي لا تكون فيها ظاهرة صراحة. الانغماس في العمل إلى حد أننا لا نجد وقتا للصلاة أمر غير طبيعي. الأوقات المكرسة للمكوث مع الله تحيي الإيمان، والإيمان يساعدنا في الحياة العملية ويغذي الصلاة دون انقطاع. في هذه الدائرة بين الإيمان والحياة والصلاة تظل نار المحبة المسيحية التي ينتظرها الله من كل واحد منا مشتعلة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fratelli di lingua araba. La preghiera è il respiro della vita e tutti noi siamo invitati a viverla affinché diventi una preghiera ininterrotta. Essa è il fulcro dell'esistenza cristiana, come il respiro che non può mancare. Signore, vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Uhayyi al-mu'minina an-natiqina bil-lughati al-arabiyya. As-salatu hiya nafasu al-hayat. وجميعنا مدعوون أن نعيشها،
حتى تصبح صلاة غير متقطعة، وهي ركيزة الحياة المسيحية مثل التنفس الذي لا يمكن أن يتوقف. ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر. على صعيد آخر، وبمناسبة مرور 3 أشهر على زيارة البابا فرانسيس التاريخية إلى العراق، نظمت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ندوة عبر الإنترنت، شارك فيها قادة دينيون وشخصيات سياسية تباحثوا في معنى وثمار الزيارة البابوية، كما تم النظر في مشاريع التعاون بين المسيحيين والمسلمين في هذا البلد العربي الأصيل. وقدم المؤتمرون نظرتهم الشخصية حول الطبيعة الإنسانية والدينية لأول زيارة يقوم بها حبر أعظم إلى العراق، مسلطين الضوء على ما مثلته هذه الزيارة من أهمية بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط والخطوات المقبلة الواجب اتخاذها في مجال إعادة إعمار العراق بغية تعزيز الاستقرار وإرساء الأمل في مستقبل أفضل. يجسد 9 من حزيران محطة مضيئة في تاريخ الأردن الحديث، إذ اعتلى جلالة الملك عبد الله الثاني في مثل هذا اليوم من عام 1999 عرش المملكة الأردنية الهاشمية، لتستمر في عهد جلالته مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة وتعزيز منجزاتها وإعلاء صروح الوطن وصون مقدراته. ويتطلع الأردنيون في عيد الجلوس الملكي 22 إلى مواصلة مسيرة العمل والريادة والإنجاز والإصرار على البقاء نموذجاً للدولة الحضارية التي تستمد قوتها من تعاضد أبناء شعبها وثوابته الوطنية. ويبذل جلالة الملك جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات للحفاظ على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ودعم وتثبيت سكانها مسلمين ومسيحيين. كما يوظف الأردن بقيادة جلالة الملك كل طاقاته وإمكاناته للتصدي لمخاطر التطرف والإرهاب، وخاصة من خلال المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان. وفي يوم الجلوس الملكي 22 يؤكد الأردن بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه العظيم أنه يسير على درب واضح نحو المستقبل الأفضل رغم ما يحيط به من أزمات وما يواجهه من تحديات. بهدف توعية الأجيال للحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، عقد اتحاد الرهبانيات في الأردن بالتعاون مع فريق مبادرة ينابيع الأمل دورة تدريبية لعدد من الراهبات والمعلمات بعنوان سفراء السلام للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر. وفي بداية اللقاء الذي رعاه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، ألقت رئيسة الاتحاد الأخت سيسيل حجازين كلمة رحبت فيها بالحضور وقالت إن الاتجار بالبشر هو شكل من أشكال العبودية الحديثة، وها نحن في الأردن نعمل على تأسيس فريق يشكل سفراء سلام لتوعية شرائح المجتمع بروح التسامح والمحبة والثقة بالأهداف المرجوة. إن الاتجار بالبشر هو تجاهل وجرح مفتوح في قلب المجتمع المعاصر، وانطلاقا من تعاليم الكنيسة ورسائل قداسة البابا في ضرورة العمل وتشجيع كل المبادرات للحد من هذه الظاهرة، توجهت جهود قداسته لمساعدة الناجين أيضا ولتأسيس لجنة عدالة والسلام للحد من الإتجار بالبشر. وها نحن في الأردن نعمل على تحقيق رغبة قداسته لتأسيس فريق يشكل سفراء سلام انطلاقا من مدارسنا إلى شرائح المجتمع كله بروح من التسامح والمحبة والوعي والثقة بالأهداف المرجوة. طبعا هذه الورشة هي جزء من سلسلة من الورش اللي عم نقوم بتنفيذها فيما يتعلق بموضوع الحماية والوقاية من كافة أشكال الإتجار بالبشر. الورشة اليوم تحديدا هي استكمال لمشروع عم نعمل على فكرة إنشاء سفراء للسلام لمناهضة الإتجار بالبشر. سفراء السلام هم مجموعة من الطلبة المتميزين ذكور وإناث في عدة مدارس، وهدول الطلبة هم اللي بيقودوا العمل على
نشر الوعي بأشكال الإتجار بالبشر وكيفية مواجهته والتشريعات الوطنية المرتبطة فيه من خلال أساليب متعددة هم بيبتكروها، ممكن من خلال السوشيال ميديا، من خلال الرسم، الدراما. واليوم كانت عبارة عن ورشة توجيهية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ودور الكنيسة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وأيضا الأمور التقنية في كيفية تنفيذ هذا المشروع. واشتمل البرنامج على إلقاء العديد من المحاضرات المتعلقة بحقوق الإنسان. ترأس غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسبال البطريرك القدسي للاتين القداس الإلهي بمناسبة عيد جسد الرب ودمه الأقدسين في كنيسة القيامة بالقدس، بمشاركة أساقفة وكهنة البطريركية اللاتينية ورهبان الفرنسيسكان وطلاب المعهد الكليريكي وبحضور عدد من المؤمنين. وفي عظة القداس الذي شارك به عدد من المطارنة والأباء الكهنة، أشار غبطته إلى أن الإفخارستية هي ليست مجرد مبادرة عابرة في حياة يسوع، بل هي الأسلوب الطبيعي للعيش من أجل تقديمها هبة للرب. وقد أنهى البطريرك باتسبالا عظته بالصلاة إلى الإفخارستية كي تكون مصدر شهادة للمحبة واللقاء، وأن تجعل الكنيسة قادرة على البناء والتطلع إلى الأمام بثقة ومحبة. بمباركة من المجمع الأورشليمي المقدس، أقيمت مراسم تسليم قدس الأرشمندريت سابا حوراني رئيساً روحياً لمحافظة الكرك، حيث أجريت مراسم التسليم خلال خدمة القداس الإلهي لأحد الأعمى في كنيسة القديس جوارجيوس الكرك. ترأس الخدمة سيادة مطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس، بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وبحضور جمع من المؤمنين من أبناء الرعية، وسط إجراءات وقائية واحترازية للحفاظ على السلامة العامة. وفي عظة القداس طلب المطران خريستوفوروس من الأرشمندريت سابا التفاني في الخدمة من أجل رعاية وخدمة النفوس، متضرعاً لإلهنا القائم من بين الأموات أن يمنحه روحاً رعائياً للعمل بوصايا الرب. اليوم الكنيسة ببركة أبينا وبطرياركنا ثيوفيلوس بتسلم رعاية هاي المحافظة بالتنسيق معي لقدس الأرشمندريت سابا، حتى هو يتعاون مع الكهنة الموجودين في هاي المحافظة اللي خدموا كنائسنا هون بكل إخلاص محبة وتفاني، حتى هو يتعاون معهم في خدمتكم أبنائي. بالطبع المهام الملقاة على الرئيس الروحي لمحافظة الكرك في هاي المرحلة هي مهام صعبة جسيمة، لأنه ببناء المؤسسات في دار المطرانية ببركة البطرك نحن وصلنا لمرحلة إنه نقدر فيها إنه نهتم أكثر بالمحافظات. أبنائي، أنا بعرف كل طلباتكم وبعرف إيش أبائكم وأجدادكم من سنين طويلة طلبوا وطالبوا حتى تقدر هاي المحافظة توصل للمكان الروحي اللي بتليق فيها والمرموقة إلها، لأنها من أهم محافظات الوطن الكرك الأبية، هاي المدينة المباركة والمحروسة من الله. اليوم أبنائي بمعونة الله رح نبلش صفحة جديدة مليئة بالعمل، بالعمل الروحي الرعائي من جهة، لأنه ما بدي تنسوا أبنائي هدف الكنيسة الوحيد هو خلاص النفوس. الكنيسة هي المستشفى، هي السفينة اللي بتوصلنا، بتطببنا، بتقدسنا حتى ندخل للملكوت السماوي. هذا هو هدف الكنيسة الرئيسي. احتفلت رعية مار شربل المارونية بقداس التسلم والتسليم بين الخوري جوزيف السويد والمنسنيور غازي الخوري، برعاية المطران جورج شيحان السامي الاحترام، وبحضور رسمي من فعاليات دينية مختلفة، إلى جانب المطران موسى الحاج النائب البطريركي وعدد من الأباء الكهنة وأهل الرعية. كما أقيم قداس التسلم من المونسنيور غازي الخوري والأب سامر زكنون، والتسليم للأب جوزيف سويد كاهناً جديداً لرعية مار شربل. وبهذه المناسبة قامت سيدات أخوية مار شربل بزيارة محبة ووداع للأب غازي الخوري رعي كنيسة مار شربل، وقدمنا هدية تذكارية كعربون محبة وتقدير
لقدسه لما قدمه من خدمة لرعيته. أنا بدي أشكر ربنا على هالنهار اللي كان نهار استثنائي بحياتي، لأنه مثل ما قلت بكلمتي الأخيرة أنا ودعت مذبح بستون بعد 24 سنة، واليوم عم بستقبل مذبح جديد، وربنا عم بستقبلني تكون خادم لهالمذبح ولهالرعية ولهالمنطقة، أنا بسميها مملكة كمان. فاليوم بفخر فخر بقول لك بشكر ربنا على النعمة اللي أعطاني إياها. أول شيء هالنعمة بعتبرها هي أولادنا، وبدي روح أبعد تقول إنه يمكن كل خبرتي ووزناتي والنعم اللي الله أعطاني إياها حابب أسكبها سكب تطفطف على هالناس، لأنه مثل ما شفت ناس رائعين واستثنائيين. أنتوا بالمملكة بالحقيقة عندكم كتير طيبة، وهذا الشيء اللي بيفرحني إنه أنا جاي عند أهلي وعند ناسي، ورح أحمل لهالناس يمكن اللي حملته عبر شاشة نور سات ونور الإنجيل ونور الشباب فترة 30 سنة وعشر سنين حسب الباقة، وهالباقة رح أحملها بقلبي وبصلاتي، وأنا وياكم رح نعمل مشوار كتير حلو إن كان من الأردن تنرجع نحط ونبث جيل الإنجيل ونور الإنجيل على كل هالمطارح اللي راح يوصل نور سات. فأول شيء بدي أشكركم على محبتكم وعلى أنكم دايما موجودين ودايما عندكم بصمتكم، وهيدي الشغلة اللي أنا بتفرح لقلبي. بالحقيقة أول شيء سألته رايح على الأردن، قالوا لي في نور سات، قلت لهم خلص طالما هذا الشيء بيطمني، لأنه حابب أحمل هالبشارة. قلبي شغوف جدا لا يسوع المسيح وعش إلى الإنجيل، حابب استثمروا على هالمملكة بأرض هالمملكة. فشكر لكل الأشخاص اللي شاركونا اليوم الذبيحة، وسيدة المطران موسى الحج اللي رح يكون عم مثله بالمملكة، وأكيد رح أحمل البشارة بفرح بفخر، ورح يكون ممثل لربنا يسوع المسيح مثل ما الناس وانتظاراتهم وأشواقهم، وسمعت كتير قديش عندهم عطش ليسوع المسيح. فأنا بدي أشكركم، ورح نترافق سوا على دروب الحياة، ورح نترافق سوا كتير تنكون قد ما هني متوقعين ويمكن أكتر، وقد ما أنا عندي شوق بقلبي ورغبة واضطرام وعشق لإنجيل يسوع، رح يدوقهم طعمة حب يسوع المسيح على قد ما بقدر من بوقتي بحضوري من كل شيء ربنا عطاني. يعني بالحياة في لحظات ما فينا نهرب منها، ومنجرب نعيشها بملئها، لأنه كل لحظة وكل نسمة هي ولادة جديدة. فجربت عيش أنا هالمرحلة، مرحلة الوداع، بكل حسناتها وسيئاتها، بكل تقلها وبكل أحزانها وأفراحها، لأنه بده الإنسان يمتلي من حب اللحظة يعني. فاليوم أكيد حضرته برواق مع كل التعب، صار لي شهر في تعب وضغط، بس عشت هاللحظة كأنه ما في، راح التعب راح الشعور ما بين الحزن والفرح كله، لحتى حطيت حالي بجو هاللحظة، وانتو شفتوني اصلا يعني راجعوا الارشيف عندكم ما ماني وجه اعلامي، بس الاردن بيستاهل، الاردن بيعطي وبيخلي الانسان يعطي ما عنده من مواهب ودرر يعني. فانا راح اذكركم على طول، ما راح انساكم، واكيد الاردن بقلبي وانا بقلب الاردني يعني. وهالشي ظهر هالمدة الشهر، ويمكن رافقته الفيسبوك تبعولي، ويعني من الأوقات القليلة الفيسبوك تبعولي بيكون نشط يعني. بتشكر كل وسائل الإعلام المسيحية، بتشكر المسيحيين والمسلمين كل أهل الأردن، لأنه بتلاحظ أنت بتقول أنه شو عملت، بس إذا بترجع بتفكر كل لحظة كان فيها عمل، كل لحظة فيها ناس، كل إنسان مثقف بعمان بتعيش معه مين ما كان يكون، ما بتسأل شو دينك شو جنسيتك، بتسأل شو إنسانيتك. في كنيسة القديس بولس الرسول للاتين في جبيها احتفلت رعية الكنيسة بمنح سر المناولة الأولى والتثبيت لعدد من أطفال الرعية، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن،
بمعاونة الأب بطرس حجازين راعي الكنيسة والأب سليمان حيفاوي الكاهن المساعد وحضور جمع من المؤمنين. وفي عدة القداس تكلم سيادة المطران الشوملي عن الروح القدس ومواهبه، مركزا سيادته على التعريف بنعمة سري المناولة والتثبيت وكيف يصبح الإنسان المسيحي قويا بهذه النعمة لأجل أن يفتخر بإيمانه ويدافع عنه ويبني حياته على صخرة الإيمان. القوة هي الصبر عند الشدة، الصبر عند المرض، الصبر عند الفشل ومعاودة الجهد رغم الفشل. كلنا في لحظة من اللحظات نصاب بالفشل والإحباط. موهبة القوة تقويني لأبدأ من جديد، لأتعلم من أخطائي. موهبة القوة بتعطيني الاجتهاد. هلا أنتم بظن فترة امتحانات، الاجتهاد هو كلمة أخرى للقوة، قوة الإرادة التي تثابر. أنا بحاجة لموهبة القوة حتى أدرس. كلنا منحب ما ندرسش، نروح نلعب، مزبوط ولا لا؟ لكن الروح القدس بعطيني القوة حتى أقاوم ذاتي وأجتهد. سؤال أخير بدي أوجهه لكم، شو بتفضلوا؟ علامة 95 ولا الحكمة؟ حكمة، لأنه في ناس عنده بيجيبوا 95 ومش حكماء، لكن الحكيم إذا اجتهد بيجيب أكثر من 95 لأنه اجتهد. سليمان الحكيم ربنا سأله بدك غنى ولا حكمة؟ طبعا تجربة الغنى قوية. سليمان قال بدي حكمة، وربنا أعطاه مع الحكمة أعطاه الغنى. إخوتي وأخواتي، أريد أن أهنئ صغارنا أولا لأنه باجتهادهم مثابرتهم على الدروس وصلوا لهذه المرحلة، مرحلة المناولة الأولى ومرحلة الميرون. أريد أن أشكر الكاهن الرعية ونائبه والراهبات والمعلمات لأنهم حضروكم أجمل تحضير. بدي كمان أشكر أهليكم اللي قدموا أسماءكم وأيضا شجعوكم واليوم برفقوكم مع أشابينكم حتى تنالوا سر الميرون. مبروك للجميع، للكهنة، للراهبات، للأهل، للأشابين، وكل عام وإنتوا بخير. وسط احتفال ديني وأجواء إيمانية وبمشاركة المئات من المؤمنين، انطلقت في مدينة بيت لحم مسيرة السيدة العذراء السنوية، وتقدم المسيرة رجال دين وشخصيات من المدينة والمنطقة بمرافقة فرق موسيقية أدت معزوفات ممتعة تتناسب مع الحدث. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة. نظمت مسيرة حاشدة وبعد انقطاع طويل في مدينة بيت لحم إكراما لأمنا مريم العذراء عليها السلام، فانطلقت هذه المسيرة من ساحة كنيسة المهد مروراً بشوارع وأزقة بيت لحم القديمة وصولاً لساحات مؤسسة العمل الكاثوليكي. تقدمت المسيرة المبخرة والصليب المقدس والكهنة والراهبات والأخويات والجوقة والجماعات المريمية والرهبنة الثالثة وجمع كبير من المؤمنين. توسط المسيرة تمثال لأمنا مريم العذراء والدة الإله مكلل بالزهور وضع على سيارة جابت الطرقات تخللها قراءة المسبحة الوردية وتراتيل للعذراء مريم. وكانت الشوارع قد زينت بالصور والأعلام والورود إجلالا للعذراء مريم مع البخور الذي أشعل في الطرقات. اليوم شاركنا في الدورة، دورة العذراء الختامية لدورة العذراء للشهر المريمية. اليوم لبسنا طبعا احنا والستات العذراء وحملنا العذراء من الكنيسة في الدورة. طبعا لبس العذراء كتير مهم لنا لانه العذراء امنا واحنا دايما نفتخر فيها ومنحب انه تكون دايما معنا، واليوم عيدها يعني، واحنا الشهر المريمي دايما كله منفتخر فيه ودايما احنا بنكون عندنا صلوات طول الشهر، فراح نبتعد الصلوات في هالفترة هلا بعد ما يخلص
الشهر المريمي، وكل سنة وانتم سالمين. كتير كتير مبسوطة بعد جائحة الكورونا لأول مرة نتجمع، وزي ما بقولوا الأم بتلم، واليوم العذراء هي لمت الجميع، ولمت الجميع مش بس إنه هو رمز لحضور المسيح الموجود في بيت لحم. وأنا بتمنى كمان من العذراء اللي هي دايما تحمي وما زالت إنها تعطي من نعم ابنها إنها تهتم فينا إحنا، وأنا متأكدة إنه مهتم فينا بمنطقة بيت لحم وفي فلسطين كلها. بعد يعني كمان المصاب اللي صابنا آخر مرة مش كان هين على الناس، فبطلب منها إنه هي تكون زي ما حمت ابنها وهربت فيه إلى مصر وحافظت عليه لآخر لحظة وقدمت فدا للعالم، إنه تحافظ على بيت لحم اللي هي رمز العالم كله، رمز الخلاص ورمز نزول الله ابن الله إلى الأرض لكي يخلصنا ويهتم فينا. بعدين بدي أشكر نور سات على العمل العظيم اللي عم بيعمله، عم بيتابع، عم بيشرك ناس كانوا بحضور هون وناس غايبين في بيوتهم، فهن بيعطوا المجال إن يشتركوا كمان معنا في هذا اليوم العظيم في احتفال بيت لحم. وبتمنى إنه ما يكون بس هذا شعائر خارجية، إن يكون فعلا شعائر داخلية، إن العذراء تكون حاملة كل بيت، وكل بيت يكون رمز نموذج زي العذراء ونموذج زي العائلة المسيحية اللي ربطها العذراء. أحب أعيد على جميع الناس، إحنا من بيت لحم بنحضر دورة العذراء من كنيسة المهد لمندورة في كل شوارع بيت لحم، راس فتيس للعمل الكاثوليك، كتير حلوة دورة العذراء، الناس كلها بتكون تستنى فيها من السنة للسنة. وكل عام وانتم بخير يا ربي، وإن شاء الله تنعاد على الجميع بخير وسلامة، وتروح عنا الوباء اللي إحنا لنا سنتين تقريبا كتير محاصرين. ومنطلب من العذراء بشفاعة إمنا العذراء تقيم عنا هذا الوباء، وكل عام وانتم بخير. كما وحملت أيقونة لوالدة الإله من قبل الأب رامي عساكرية كاهن رعية اللاتين في بيت لحم، طافت الشوارع بمرافقة الكهنة ورئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان ونائبه حنا حنانية والوجهاء والمؤسسات، حيث عبر الأب رامي عن فرحته لعودة هذه الاحتفالات بعد انقطاع طويل، كما وشكر مجموعة نسور المهد لتحضير هذا الموكب والمحافظة على النظام طيلة فترة المسيرة، كما وشكر جميع الحضور والأجهزة الأمنية. بفرح كتير كبير، وبعد غياب السنة الماضية وأزمة الكورونا اللي كانت، احنا هلأ رجعنا نحتفل بالشهر المريمي مثل ملازم، ونعطي الإكرام لأمنا العذراء هنا في بيت لحم بعد اللي عملنا الدورة، بعد القداس والمسبحة، والجميع أخذ البركة في النهاية في مؤسسة العمل الكاثوليكي. نحن فرحانين كتير، ومنصلي لكم جميعا، صلي للنور سات، ومنصلي للعالم أجمع العذراء بشفاعتها أنه الرب يعطينا السلام وبركته على الدوام، أمين. وفي الختام أعطيت البركة لجميع الحضور في ساحات العمل الكاثوليكي وسط فرحة كبيرة وبركة سيدتنا مريم العذراء كلية القداسة. للنورسات مارلين الحدوة من باحات العمل الكاثوليكي بيت لحم. تعتبر كنيسة القديس جوارجس للروم الأرثوذكس في الفحيص من الكنائس الأثرية القديمة في المنطقة، والتي مر عليها عصور وحضارات، وقد بنيت الكنيسة بفن بيزنطي قديم على شكل صليب. عدسة نورسات وضمن سلسلة حلقات كنيستي زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. الفحيص، تلك المدينة الوديعة ذات الأغلبية والأهمية التاريخية للمسيحية في الأردن، بلدة التاريخ والتراث والحضارة، تتوسط بموقعها المملكة الأردنية الهاشمية وتتميز بثقافتها ولحمتها العشائرية. نحلق سوياً في حلقة اليوم من برنامج كنيستي حول كنيسة أثرية قديمة
كنيسة عامرة بصلواتها وطقوسها، كنيسة ترعرع بين جدرانها العديد من الحكماء والعلماء والأدباء، كنيسة مر عليها عصور وحضارات وخدمها رعاة من الكهنة حافظوا على المسيحية الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة الفحيص التابعة لمحافظة البلقاء بنيت على شكل صليب بفن بيزنطي قديم على عدة مراحل ابتداء من عام 1898 واستمرت حتى عام 1909، يبلغ طولها 18 ذراعاً وعرضها 10 أذرع وارتفاعها 7 أذرع، شيدت بتبرعات أهل البلدة المحسنين. يميز الكنيسة من الداخل جدرانها وحجارتها القديمة، ففي قلب الكنيسة يوجد الأيقونوستاس أي حامل الأيقونات الذي يعود لعام 1927 ويعد فريداً من نوعه، وهو مرسوم بشكل رائع بحسب الطريقة الروسية. الفحيص هي من المناطق اللي بيعود اسمها إلى الفحص، كان فيها محطة جمرك، كان فيها يتم فحص القوافل الحجاج والبضاعة اللي كانت موجودة فيها. معروفة الفحيص بشجر الزيتون، معروفة الفحيص بشجر بالعنب والدوالي، معروفة بالينابيع الطيبة. أول كنيسة بمدينة الفحيص هي كانت كنيسة بمنطقة الدير اسمها كنيسة البرج الأبيض، اللي كانوا يسموه كانوا من برجها يشوفوا ملامح القدس من هاي المنطقة اللي هي منطقة مرتفعة. الآن في بعض الأثار لهاي الكنيسة ظلت موجودة، لكن عبر الزمن انهدت عبر الحروبات عبر الظروف البيئية انهدت هاي الكنيسة، صار موجود بعض الأثار منها. بعدين المرحلة الثانية كان في مغارة بمنطقة الربع، هذه المنطقة اللي هي قريبة من كنيسة القديس جيورجيوس، كان يجتمع فيها الناس للصلاة، واليوم هي عبارة عن مغارة شبه مقفلة في ملامح موجودة منها. تحوي الكنيسة أيضا على أيقونات قديمة جدا تعود لعام 1882، نقلت جميعها لمتحف بجانب الكنيسة للحفاظ عليها وعلى ملامحها. معظم الأيقونات الموجودة هنا هي بتعود تاريخها لل 1926 وفي 27. طبعا هاي الأيقونات هي بحسب المدرسة الروسية، ويقال انه كانوا السياح اللي يجوا من صربيا ومن روسيا باتجاه القدس كانوا يمروا بمنطقة الفحيص ويسكنوا فيها، لانه كان في راهب من المسكوب، وفي منطقة المسكوبية تسمى كمان نسبة للراهب، وفي كان بيت للراهب وعين للراهب، كان يسموه العين اللي على روس البيادر بعين الراهب، كان راهب ساكن هون، وكانوا السياح اللي يجوا يزوروا الكنيسة ويكونوا جايبين معهم هدايا. وفي عنا أيقونات أثرية بعود تاريخها لل 1846 لل 1882، وهاي الأيقونات إلها قيمة كثير كبيرة، الآن موجودة بمتحف الكنيسة أو بالكنيسة القديمة اللي هي كنيسة الخضر أو القديس جيورجيوس اللي بعود تاريخها لل 1882. في كناريف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى.
وببركة من غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، فقد منح غبطته هذه الكنيسة البهية ذخائر من خشبة الصليب المقدس ليتبارك منها كل قاص ودان. جرى ذلك باحتفال مهيب حضره أبناء الرعية والكنائس المجاورة في البلدة، كما قام كهنة الرعية بتشييد مزار للذخيرة المقدسة. هاي الكنيسة اللي بيميزها انه في عنا بال 2001 كانت بمكرمة من بطريركية الروم الأرثوذكس، بانه صار في عنا مزار لخشبة الصليب المقدس. هذا المزار باحتفال كبير تم بزياح كبير بزيارة بكل البلد تجمعت، كان في عنا استقبال لذخائر الصليب المقدس، وهي الذخائر اللي هي موجودة على شمالنا بداخل الصليب بالإضافة لحجر الجلجلة، وهي فعليا بركة كثير كبيرة لهاي الكنيسة ولكل أهل الفحيص اللي كان عنا فرصة أنه نتبارك مباشرة من خشبة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، الخشب الحقيقية لصليب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. نرى في كل عام وتحديدا في يوم الجمعة العظيمة تكاتف رعايا الكنائس الرسولية في بلدة الفحيص ليتشاركوا في أرجائها وشوارعها بمسيرات تعلو بها أصوات التراتيل مع نور الشموع واستقبال النور المقدس، ليشهد العالم كله بأن كنيسة المسيح واحدة. في تعاليمك المضيئة أنت سراج طريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. رعية الفحيص هي من الرعاية النشيطة جدا على مستوى الأردن. بيميز هاي الكنيسة انه فيها من صار في عنا خشبة الصليب صار في عنا مزار لخشبة الصليب المقدس، وهذا المزار بيزوره كثير من المؤمنين اللي بيتباركوا بخشبة الصليب، وصار عنا عيد الصليب اللي هو ب 27/9 يوم حج، يوم بيقطن بيجي كل المسيحيين من حوالين هاي المنطقة، بيكون في احتفال كثير كبير على مستوى، وبيكون في زياح للصليب المقدس بخارج الكنيسة للبلد حتى ربنا يحمي بلدنا الأردن، يحمي هاي المدينة ويحمي كل الناس الموجودين. وكالعادة بآخر الاحتفال بيصير في إيقاد لنار الصليب اللي احنا بنعرف هي كانت إحدى علامات اللي نقلوا الخبر لروما بأنهم وجدوا خشبة الصليب. خدم في هذه الكنيسة كهنة صالحون من أبناء عشائر مدينة الفحيص الذين سعوا دائما لنشر كلمة المسيح وتعاليمه، والذين حافظوا بإيمانهم على إرثهم وتقاليدهم. تحيط جوانب الكنيسة مدافن للآباء الذين خدموا فيها، منهم الأب عطلة جريس والأب سعيد الخوري والأب ميخائيل وخليل ونصر الله وعيد السويس والأب جريس اشتاوي والأب يوسف السماوي ونقولة ويعقوب الداود، وآخرهم الأب إلياس السويس رحمة الله عليهم ولتكن ذكراهم مؤبدا. معظم الكهنة هم مدفونين بملاصقين لجسد الكنيسة، لأنه إيماننا بأنه الكنيسة هي مش كنيسة الحجر، الكنيسة هي كنيسة البشر، هي الكنيسة الجسد اللي رأسه الرب يسوع المسيح. وهدول الكهنة الأباء الكهنة اللي خدموا هاي الكنيسة بكل تفاني هم عادوا ليكونوا أجزاء جزء لا يتجزأ من جسد الكنيسة المنتصرة. تتوالى الخدمة والرسالة من جيل إلى جيل وكاهن فكاهن، فتبقى هذه البيعة الأرثوذكسية حافظة في جدرانها كل ذكرياتهم العطرة التي ما زال صوتها يصدح حتى الآن. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة ملجأي في كل ضيق.
قرر وزير الشباب محمد النابلسي إعادة فتح المراكز الشبابية في المملكة بعد أكثر من عام على إغلاقها. وقال النابلسي في تعميم صادر إنه يشترط لإعادة عمل المراكز تحويل الأنشطة الإلكترونية إلى أنشطة وجاهية، مع التأكيد على الالتزام بعدم زيادة العدد عن 20 مشاركاً، كما يشترط اتباع وسائل السلامة العامة والبروتوكولات الصحية، بالإضافة إلى أنه يطلب من القائمين على الأنشطة والمشاركين فوق 18 عاماً إبراز المطعوم المضاد لفيروس كورونا، أو أن يكون الشخص قد أمضى 21 يوماً على تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح. استكمالاً لعنوان حلقة الأسبوع الماضي وصية المحبة كمال الوحي الإلهي من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعة، حيث شارك في البرنامج عبر اتصال هاتفي كل من الأب جوش رايحة راعي كنيسة القديس يوسف في صافوت، والأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين في رميمي. وقد أشار الأب شرايحة إلى أن المحبة كلمة صادقة تعبر عن فعل كبير معاش بحياتنا اليومية. أما الأب حجازين فقد دعانا في البرنامج لأن نتذكر وصية المسيح لنا، وهي أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، لافتا إلى أن الأجمل من الحب أن نعيش وصية المحبة كما أوصانا بها رب المجد. فإلى هناك أبونا، وصية المحبة كمال الوحي الإلهي. نحن الأسبوع الماضي حكينا عن وصية المحبة ومحبة ربنا لإلنا ومحبتنا كيف إحنا بدنا نترجمها. فاليوم أنت رح تعطينا محور آخر من وصية المحبة، محبة ربنا لإلنا في حياتنا كيف نمارسها. فتفضل أبونا. نعم. ماذا في جوعتك؟ جميل جميل جدا أن نتحدث عن المحبة، ولكن الأجمل أكثر هو أن نعيش هذه المحبة اللي هي وصية يسوع المسيح اللي أعطانا إياها في إنجيل القديس يوحنا الحبيب عندما قال لتلاميذه ويقول أيضا لكل واحد منا: وصيتي لكم هي أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، ما أوصيكم به أن يحب بعضكم بعضا. فيريد السيد المسيح أن يعلمنا من هذا الإنجيل ثلاثة أمور. الأمر الأول هو وصيته الجديدة أن يحب بعضنا بعضا. نعم إنها جديدة، لأنه لأول مرة في تاريخ البشرية وفي تاريخ الأديان يظهر شخص يدعو إلى محبة الجميع بدون استثناء، حتى محبة الأعداء. ظهرت أديان سابقة ولاحقة تدعو إلى محبة الأهل والأقارب والجيران، ولكن ولا واحدة دعت إلى محبة جميع الناس وحتى الأعداء. السبب في ذلك واضح: الإنسان عاجز أن يحب جميع الناس وحتى أعدائه وأن يدعو لمثل ذلك. فلا بد لإله وديانة إلهية وأمر إلهي ومعونة إلهية حتى يقوم الإنسان بمحبة جميع الناس حتى الأعداء، لأن مثل هذه المحبة هي من صفات الله. فلا تعجبوا إذا وجدتم صعوبة في محبة جميع الناس، فاطلبوا من الله أن يمنحكم من حبه الله مثل هذه المحبة. هو الذي ينزل مطره ويطلع شمسه على الجميع. إذا كان الله في داخلنا وفي قلوبنا سيساعدنا أن نصفح عن أعدائنا كما صفح هو. إن المسيح يعطينا أكثر من وصية، يعطينا أمر: فليحب بعضنا بعضا. من أراد أن يكون تلميذا للمسيح فيجب عليه أن يحب جميع الناس، يجب عليه أن يقتدي بمعلمه، يجب عليه أن يعيش تعاليم معلمه التي تدعو إلى محبة جميع الناس. هذه الوصية الجديدة أعطى المسيح الدواء لكل داء. بالمحبة تعالج جميع الشرور في العالم. بالمحبة يعالج داء البغض والكراهية والحقد في قلوب الناس. بالمحبة تعالج الفرقة والخصامات بين الأسر. بالمحبة تعالج الشرور والحروب والنزاعات في العالم. بالمحبة ينتصر الخير على كل شر في المسكونة. بالمحبة تصبح الحياة جميلة وأرضنا جنة. حلو. المحبة أم الوصايا وبلسم شفاء الخطايا. وحدها المحبة وصية السماء إلى الأرض وفضيلة الأبدية. يعني بمعنى أعظم الوصايا كونها تعاش من الآن وإلى الأبد وفي الأبد. المحبة الإيمان الرجاء في الأرض، ولكن في السماء تعريف الإيمان
بالمعجم اللاهوتي وبلغة اللاهوت الإيمان هو ثقتنا بالحياة الأبدية مع المسيح دكتورة. تمام؟ نعم. هذا الإيمان إن نثق إن راح نعيش حياة أبدية مع المسيح. لما بنعيش مع المسيح بعد ما بالموت وننتقل إلى الحياة الأبدية بيصير هذا حقائق معاشة، حقائق معاشة. ببطل يعني فلسفة إيمانية أنا بفكري، هي بتصير حدث واقعي معاش. فمشان هيك منشوف يعظم الرسول بولس من شأن المحبة في 13-13 من رسالة كورنثوس، بحكي المحبة فهي لن تزول بموتنا، انتقالنا من هذا العالم. لماذا؟ لأن المحبة ونحن نأخذ من ذلك النبع. وهون بيجي مراجعة ذاتية، بسأل نفسي هل محبتي نحو الله والآخر صادقة؟ دكتورة لازم نعمل فحص الضمير عشان نعرف. نعم. ما نجاوب كمؤمنين بدون ما نختبر بفحص الضمير. من هنا خصوصا الكنيسة الكاثوليكية حول العالم بتركز على موضوع فحص الضمير قبل التقدم للاعتراف وقبل التقدم إلى سر المناولة. لماذا؟ لأجيب على بعض الأسئلة. طب أنا بحكي محبتي لله، الله كيف زي ما بيحكي القديسين الذي لا نراه بحواسنا، كيف أنا بدي أعرف أني أنا بقدم إله فعل المحبة؟ أولا بفحص ضميري، هل أنا أمارس الصلوات الشخصية والجماعية بالكنيسة أو خارجها؟ أنا أقدم محبة إلى الله وبنستني للسنة تأفوت الكنيسة، وبالمناسبات العامة بوقف على باب الكنيسة وبتحدث مع أصدقائي وما بدخل وبشارك بالأسرة. هذا تعبير ناقص عن محبتي إلى الله. الله يكمن في سر القربان، الله يكمن في جماعة المؤمنين، الله يكمن في أخي الآخر. طب إذا أنا بغيب ربنا من هذول وبعيش بأنانيتي وبذاتي وبشغالاتي وبوقتي وببعد ربنا، إذا أنا لا أعبر بحقيقة عن إيمان صادق بمحبتي لله تعالى. كذلك أخي الإنسان، محبتي كيف أعبر في وقت الضيق، في وقت الحاجة الآخر، أساعد الناس بأشياء بسيطة جدا. مش مطلوب من كل واحد يعمل أعمال كثير كبيرة، أعمال كثير صغيرة تعمل فرق كثير كبير بنفسية العالم. مجرد خدمات وخدمات بسيطة لأبناء رعيتي كمؤمن وككاهن وفي حياة الجماعة. ممكن واحد هو طالع من الكنيسة بيوصل واحد معه على طريق وما معه سيارة، ممكن بيقدم مساعدة بسيطة بيقدر يساعد في شيء معين، في زنقة معينة، في ضيقة معينة بعيشها واحد من أخوتنا المؤمنين، بسند وبكون قد إمكانياتي وقد بقدر عليه. مش مطلوب من الواحد يتدين عشان يساعد حدا محتاج، بس إذا كان بإمكانه ومتوفر لي بقدر أساعد بالموجود مني سواء مادي أو معنوي. كلمة محبة كلمة صادقة من القلب للقلب بتعبر عن 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 فعل، عن فعل كبير. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الإرشمندريت سابا حوراني رئيساً روحياً لرعايا الكرك. البطريرك بيتسالا، الإفخارستية هي الأسلوب الطبيعي للعيش من أجل تقديمها هبة للرب. فعاليات دينية وشعبية في بيت لحم تشارك بمسيرة السيدة العذراء. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.